سنتكلم اليوم عن أحد أهم الحالات الطارئة في طب العيون، وهي حالة انفصال الشبكية. انفصال الشبكية تقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو انفصال الشبكية الناتج عن ثقب في الشبكية. هذا الثقب عادة يكون بأطراف الشبكية، تدخل من خلال السوائل وتفصل الشبكية بما فيها مركز الإبصار للأسف، لا قدر الله طبعا. النوع الثاني وهو انفصال الشبكية التليفي، وهو ناتج عن أمراض مثل مرض السكري واعتلال الشبكية الناتج عن داء السكر، يتم من خلاله نشوء غشاء أغشية تليفي على سطح الشبكية، ممكن أن تفصل الشبكية كاملة. النوع الثالث فيكون في تجمع سوائل تحت شبكية العين أو أسفل شبكية العين نتيجة الالتهاب عادة. لذلك عندما يشعر المريض بضعف مفاجئ في النظر أو وجود لمعان في العين أو وجود محدودية بساحة الرؤية، لابد من متابعة طبيب العيون بشكل طارئ.